الرئيس السيسي افتتح مدينة سايلو للصناعات الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. النهاردة هناخد حضراتكم في جولة داخل هذه المصانع، نعرف التفاصيل ونعرف أهمية هذه المصانع إيه، سواء بنتكلم على الصحة والغذاء بالنسبة للأطفال، الوجبة المدرسية الغذائية بالنسبة للأطفال، وأيضا على الأمن الغذائي. سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد، أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلاً وشرفتيني. أهلا بيك. أولا مبروك افتتاح المصنع، مصنع سايلو، شيء عظيم. بس خلينا كده نفكر السادة المشاهدين، سيادة اللواء بالمرحلة الأولى، لأن احنا في المرحلة الثانية النهاردة، اتفضل. المرحلة الأولى تم افتتاحها في أغسطس 2021، ودي كانت بتتكون من ثلاث مصانع للأغذية، منها مصنع للبسكويت ومصنع للمكرونة ومصنع للمخبوزات. أي. بالإضافة لمطحن ومجموعة صوامع لخدمة المدينة، علاوة على قطاع للطباعة بيتضمن مصنع للروتو ومصنع للكرتون لاستكمال مرحلة التعبئة لمنتجات المدينة بالكامل. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة الأولى. فكرنا في المرحلة الثانية ليه؟ والمرحلة الثانية كلمني بقى عن الشيء العظيم اللي احنا فيه ده. فكرنا بالمرحلة الثانية ان احنا نضيف سلع اساسية بالاضافة للسلع الاستراتيجية اللي احنا افتتحناها في المرحلة الاولى. أي. احنا افتتحنا في المرحلة الاولى سلع استراتيجية زي منتجات المكرونة ومنتجات الدقيق والمخبوزات، ودي بتعتبر سلع استراتيجية للمواطن. أي. وكان هدفنا ان احنا ندعم المواطن بيها بالاسواق لنخفف الضغط على ارتفاع الأسعار. أيوة. رغم ظروف الأزمة العالمية اللي احنا العالم كله بيمر بيها. بالظبط. ففكرنا نضيف بجانب الوجبات المدرسية، بجانب الوجبات المدرسية وإضافة صنف اللي هو البسكويت ومنتجات البسكويت لصالح الوجبات المدرسية. فكرنا ان احنا نضيف سلع أساسية أخرى، منها مصنع الحلاوة اللي حضرتك مشرفانا فيه الوقتي. الحلاوة والطحينة، ودي بتعتبر سلعة أساسية للمواطن، بالإضافة لمصنع منتجات الألبان والجب، إن احنا نهدف لدعم المواطن ونوفر احتياجاته ومتطلباته بالأسواق. احنا بنوصل نسبة 10% في بعض الأصناف، من 10 إلى 35% لبعض الأصناف الأخرى. يعني لو في المكرونة احنا حجمنا في السوق الوقتي احنا وصلنا ل 1200 طن في اليوم، ودي بتمثل نسبة من 35 ل 40 في اليوم. ما شاء الله. في اليوم 1800. 1200 طن مكرونة. في اليوم. بالظبط. مكرونة بس. منها 400 طن للتموين و800 طن للسوق المحلي. وده كان سبب رئيسي النهاردة ان احنا خففنا الضغط على الاسعار. يعني هي احنا نعلم الاسعار ارتفعت فعلا، ولكن احنا بنخفف الضغط. أزمتين. واحنا بنحاول نخفف الضغط على الاسعار بتواجد المنتج داخل الاسواق، وده بيخلي المواطن مطمئن ان المنتجات موجوده. في بعض الدول مفيش منتجات، يعني رغم ارتفاع الاسعار. نعم. مفيش منتجات. نعم. فاحنا بصدد في المرحله الثانيه ان شاء الله ان احنا نفتتح سلعتين اساسيتين، وهي الحلاوه ومنتجات الالبان ومشتقاتها. بالاضافه لسلعه اساسيه اخرى هي مصنع للبسكويت المغطس والصب، وده بنهدف منه ان احنا نتارجت المستورد، الاصناف المستورده. أيوة. يعني بحيث ان المواطن اللي هو متعود ان هو يعني يستخدم اصناف مستورده بيشتريها بصفه مستمره. فاحنا حبينا ان احنا ننتج اصناف تضاهي الاصناف المستورده عشان نقول له دي منتجاتنا وفي بلدنا ونوفر العمله الاجنبيه. تمام. فكره ان المواطن يلاقي السلعه شيء عظيم، لكن هل في ميزه نسبيه اخرى في كل السلع اللي بينتجها مصنع سايلو؟ في علاقة بالأسعار؟ احنا بندعم التموين بأقل من السوق بكتير، يعني بنسبة كبيرة جدا قد تصل ل 20% من فرق الأسعار. بالإضافة لأن منتجاتنا موجودة في السوق أقل من منتجات المثيلة ليها بنسبة في حدود 10% في الأسعار. لأن احنا بنهدف لدعم المواطن وتوفير احتياجاته ومتطلباته داخل الأسواق. سيد ليو تيمور، احنا في مصنع الحلاوة دلوقتي، وعرفت
انه معظم المكن ده جاي من سويسرا. بالظبط ده فعلا بالظبط. المصنع ليه سويسرا؟ دي شركات عالمية متخصصة بتتميز في صناعة في هذه الصناعة. فالمصنع ده أول مصنع مميكن في الشرق الأوسط بالكامل. المصنع ده جميع مراحل إنتاجه لم تلمسه أيدي بشرية بالكامل، بداية من بداية المرحلة الأولى لاستخدام الخامات حتى مرحلة التعبئة والتغليف ليكون منتج نهائي، مفيش تلامس إيد بشرية خالص موجود خالص خالص. بنتكلم المصنع ده بيضم كذا حاجة. المصنع ده طاقته 16 ألف طن من منتجات الحلاوة ومشتقاتها بالكامل. وده بيمثل نسبة 10% من طاقة السوق. من طاقة السوق، لأن زي ما قلت لحضرتك إن احنا بنهدف وجود منتجاتنا الأساسية داخل الأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. العمال مهندسين، جميع العمالة كلها مدنية متخصصة مدربة على الأعمال الفنية لمنتجات مصنع الحلاوة. وفي رقابة يا فندم، وفي احنا بنطبق هنا كل أساليب الرقابة من السيفتي والفود سيفتي بالإضافة للجودة، واحنا حاليا احنا في مرحلة التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. لأن هي يعني بتتابعنا بصفة مستمرة من خلال ثلاث زيارات مخططة وزيارة مفاجأة، واحنا اجتزنا جميع مصانع المدينة كلها بكامل بالنسبة للمرحلة الأولى. لهيئة سلامة الغذاء جميع مصانعنا داخل القائمة البيضاء، جميع مصانعنا موجودة أجازة كل شهادات الجودة اعتبارا من 9001 حتى 22000. تمام. على الجودة العالمية. الجودة العالمية، والجودة العالمية اللي هي النهاردة ان احنا نقدر نصدر، وبالفعل احنا صدرنا ل 13 دولة. نصدر ما شاء الله. نقدر نصدر، صدرنا ل 13 دولة بحوالي 11000 طن من منتجات الأغذية للمدينة. افريقيا ولا افريقيا متعدد. واسيا وفي اوروبا كمان. في اوروبا كمان. في اليونان، في اوروبا. الحلاوة ومنتجاتها داخلة في الوجبة المدرسية. في جزء من الحلاوة، لان احنا منوطين بتغذية الوجبة الجافة والمطهية. اللي هي للمدارس الداخلية اللي تتبع وزارة التربية والتعليم، ودي لها وجبة جافة مصدق عليها، وبالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية الوجبة الجافة دي احنا بنمد بيها كل المدارس الداخلية كلها، فالمصنع مشترك معنا في التغذية المدرسية. نقول للسادة المشاهدين علاقة المعهد القومي للتغذية بمصنع سايلو، دوركوا ايه وبتعملوا ايه هنا؟ المعهد القومي للتغذية احد وحدات الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة. واسمنا كمان الزراع التغذوي لوزارة الصحة. كل مشاريع التغذية سواء كانت في المستشفيات او الحاجات القومية كلها، احتياجات الغذائية، كل الحاجات دي، المشاريع، وضع السياسات، دي الوظيفة بتاعتنا. احنا تقابلنا مع سايلو من حوالي سنتين في فترة الجزء الاول. في الجزء الاول قبل ما ينزل طبعا، في فترة اعداد بتبقى طويلة بعد المصنع ما افتتح فعلا للعمل. وهو فعلا لما افتتح في العمل كانت التغذيه المدرسيه اول حاجه موجوده وفي مكانها فعلا، وابتدى التطوير فيها. يعني حضرتك العلاقه هنا والدور هنا المعهد القومي للتغذيه فيما يتعلق بالوجبه الغذائيه. أيوة. المدرسيه. احنا ده دورنا، لانه قبل حتى سايلو ما يبقى موجود من سنه 51 الوجبه المدرسيه كانت تتعمل، موجود مصانع موجوده. بس طبعا حضرتك من سنه 51 لغايه دلوقتي حصل تغيرات كتير. التفضيلات الغذائيه بتاعه الولاد، شايفين الحاجات، عايزين حاجه شبه اللي بيشتروها، كيس ملون، الشكل لطيف، محطوطه في علبه، فكان لازم يبقى فيه. بالاضافه لانه طبعا الحاجات في التصنيع اتغيرت، الحفظ، عدد سكان كتير، صحيح، بتتحرك ساعات لمسافات طويلة في المحافظات، صحيح، وكل ده وجود سايلو طبعا حله. دوري أنا كمعهد قومي للتغذية إن أنا بحط المواصفة على حسب الاحتياجات تبعا للمرجعيات العالمية. يعني المرجعيات العالمية اللي هي منظمة الصحة، منظمة الأغذية والزراعة، بتقول إن الطفل مثلا منظمة الصحة العالمية العالمية بتحط إيه بقى؟ بتحط بقى بتقول لي
تركيب الوجبه بتاعه الطفل في اليوم مثلا احتياجاته كذا. والطفل ده سنه قد ايه كمان؟ 6 سنين من اول اي من اي ساعه الولاده، كل واحد احتياجاته لغايه. لا ما انا فاهمه، انا بتكلم هنا سايلو هنا من 6 ل 12 سنه بتشتغلوا مع سايلو لسن من 6 ل 12 سنه. وسايلو بتغطي المدرسه، المدرسه بتغطي كل انواع المدارس الحكوميه والمدارس الازهريه، لان دول كان ليهم مشروع لوحدهم، فهي بتغطي كل المدارس دي من 6 ل 12 اللي هو التدريب التعليم الالزامي. تمام. فهي بتغطي كل ده. انا بدي 30% من الاحتياجات الغذائيه للطفل، يعني هو في اليوم مثلا كمعهد تغذيه طبقا للمواصفات، طبقا للمواصف او اللي محدده العالم. هنا انا طفل عنده 6 سنين مثلا محتاج 1500 وحده، يبقى هو هياخد وحده حراريه اسمها وحده اللي هي الحسابيه يعني. تمام. فانا هديله 30% منها، هديله 30% من ايه؟ من كله، بروتين، نشويات، دهون. والمهم بقى في الوجبه المدرسيه اللي بتعملها سايلو ان فيها الخليط اللي بنسميه البريمكس. البريمكس ده مكون زي البودر كده، فيتامينات كده، فيه 13 فيتامين وعناصر غذائيه اساسيه لنمو الطفل في الفتره دي. يعني هو لو محتاج مش مثلا مش بسكوت عادي كده يعني. أيوة. الناس مش تقول لك حاجه تشبع وخلاص يعني. لا، في مكون انا محتاجاه علشان طبعا الانيميا والتركيز والتذكر والاوميجا 3، حاجات كتيره جدا اللي الناس عارفاها، كل ده موجود في البريمكس اللي بيتعمل للاطفال، بيتحط على البودر اللي بيتعمل منه الانواع المختلفه من البسكويت. فبتغطي 30% من احتياجات الطفل في اليوم. وهو بعد كده بيروح البيت. دورنا مش واقف هنا كمعهد قومي للتغذيه. في عندنا مبادرات بتدعمها الهيئات الدوليه ووزاره الصحه اسمها تغذيه اطفالنا مسؤوليتنا. بننزل مع بدايه العام الدراسي توعيه لاهالي وللمدرسين، عشان المدرس يبقى مثل يمسك برضو اكل مظبوط، يبقى نفس المثل للولاد، بحيث انه في الاخر اليوم بتاعه يبقى كله مظبوط. حضرتك قلتي لي انه بتتعاونوا هنا في الوجبه الغذائيه مع سايلو. والمتابعة بتاعتها 6 سنين ل 12 سنة. احتياجات الطفل وهو عنده 6 سنين هي وهو عنده 7 بيتغير لغاية هو عنده 12. احنا عاملين جدول 6 سنين المفروض ياخد الوجبة شكلها كذا، 7 سنين، 8 سنين، لغاية 12 سنة. تمام. بتتغير كل سنة، وبيتم التوزيع طبقا لسن الولاد، سن الولاد والتوزيع الجغرافي. والموضوع طبعا مع وجود سايلو وجود السبلاي تشين زي ما هتشوفي بره حضرتك، وسائل النقل والتيم العمل اللي شغال، سلامة الغذاء، وزارة التربية والتعليم. حتى وزارة التربية والتعليم بيتم تدريب اللي بيتلقوا الوجبات ويوزعوها على الولاد، بنحاول انها ما تقعدش في المدرسة، يعني حاجة تيجي على طول فريش وتتوزع. لان في بعض الاماكن بيبقى فيه فاكهة فلازم توصل في نفس اليوم. طيب دكتورة جين، ممكن يكون حد بيسمعنا دلوقتي ويقول مثلا ايه، طب انا ابني مريض عنده سكر، عنده اي مرض اطفال، طبعا امراض الاطفال معروفة، لا يتعارض الوجبة المدرسية الغذائية مع اي مرض عند اي طفل؟ طبعا في بعض الامراض ممنوع اصلا ياخد مثلا حاجة فيها طحين اللي هي القمح اللي هي جلوتين، وده مثلاً بيبقى متبلغ والطفل عارف والمدرسة نفسها عارفة. ودي المرحلة الجديدة اللي هي الأعداد القليلة اللي محتاجة أغذية بطريقة معينة. فطبعا ممكن ياكل مثلا فاكهة، ممكن يشرب لبن، لكن هو مش هياكل الحاجة، فدي طبعا تبقى معروفة من الزائرة الصحية اللي جوه المدرسة. بيبقى في سيستم. دي مهمة. الطفل اللي عنده سكر، ما هو الطفل عنده سكر بيشرب بره عصير، بيشرب بره. والأم عارفة إنها بتظبط له الوحدات الحرارية والزائرة الصحية في المدرسة على حسب ما ياكل من وجبات. فهي طبعا هي مش ضد أي حاجة من المرجعيات. بتبلغ. طبعا حضرتك انت عارفه اي مدرسه حتى لو مدرسه حكوميه بيبقى معروف ان الطفل ده عنده الحاجه الفلانيه، مثلا عنده حساسيه، بيبقى في ورقه كده في دخول المدرسه حساسيه مثلا، كل الحاجات دي متسجله في المدرسه. طبعا دي يعني نماذج بسيطه، او يعني مش ده العدد الكبير، هي بسيطه بس احنا كونسيدر يعني احنا بالزبط. يعني بنعمل حسابنا عليها برضه. طيب الدراسات اثبتت بان احنا عندنا مثلا في الاطفال سمنه زياده، طبعا عندنا تقزم، عندنا أنيميا يعني زينا زي معظم الدول، وطبعا ضعف النظر. هل الفيتامينات اللي حضراتكم مهمة جدا؟
يعني هي مهمة جدا ان هي بتدي الاحتياجات للطفل 30% من احتياجاته. بس ناخد بالنا من حاجة، في فرق بين ان انا ادي وقاية وبين ان انا عالج. طبعا يعني الطفل اللي عنده انيميا او الطفل اللي عنده قصر قامة او عنده سمنة، ده احنا بنلقطه من غير حاجة من المبادرة الرئاسية. صحيح. ده كل سنة. ايوه. الطفل اللي بيحصل عنده مشكلة بيتحول على عيادة اسمها عيادات الربط، المعهد القومي هو مدرب الدكاترة اللي فيها. أيوه. بيشوف هو محتاج ايه، يعني ما فيش حاجة بتفلت في الفترة من 6 ل 12 سنة. أيوه. احنا عندنا مبادرة التغذية المدرسية حاجة ومبادرة التقزم والسمنة حاجة، لانه لو محتاج علاج مش الوجبة اللي هتحلها. أيوه. لازم ياخد علاج. لا اقصد هنا برضو عندنا نسبة كبيرة سوء تغذية عندنا، هل قصر قامة وسمنة وانيميا. هل مجموعة الفيتامين اللي بتتحط؟ طبعا مهمة جدا يا فندم، مهمة جدا بالنسبة للطفل. مهمة جدا بالنسبة للطفل. بتراعوا فيها بقى الشكل، بتراعوا فيها؟ طبعا هي الوضع اختلف خالص. حضرتك شفتي شكل الوجبة، شكل البكاوي نفسها بتاعت البسكويت. العلبة اللي بيتحط فيها زي فانوس رمضان كده العصير، احط عليها معلومات رسومات يلون، فدي حاجات يعني ما كانتش متاحة، تكلفة اعلى، وربنا يعين طبعا الناس اللي بتتحمل المسؤولية. بس طبعا شكل حضاري يليق بمصر يعني. بتتابعوا ولا دوركوا لغايه بس؟ لا احنا بنتابع مع كل تشغيله. لازم بنعمل، بناخد عينات من التشغيله وبنتابع طبعا. ده دورنا. العينات تعملوا ايه؟ نتابع انها ماشيه مع الوصفه اللي احنا حاطينها من الاول. ايوه. فكل شويه عينات عشوائيه، انا ليا دور وسلامه الغذاء لي دور. طبعا انا بشوف متوافق مع الوصفه. لان دي مسؤوليتي ناحيه وزاره الصحه وسايلو وزاره التربيه والتعليم. أيوه. وسلامه الغذاء بيشوف طبعا المنتج نفسه في المصنع، المصنع نفسه، دي كل واحد ليه جزء من العمليه. تمام. لكن طول العام بتتابعه؟ في عينات بتجينا بصفه منتظمه مع كل تشغيل. أستاذ محمد أنور، مدير إنتاج مصنع الحلاوة الطحينية، أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. كلمني عن المصنع ده، اشتغل بقاله قد إيه، بتنتجه قد إيه، وكم واحد بيشتغل فيه؟ إحنا يا فندم الطاقات الإنتاجية للمصنع 16,000 طن سنويا. 16,000 طن سنويا في السنة، مقسمة طبعا على أربع منتجات: منتج حلاوة بار، منتج طحينة، منتج حلاوة سبريد سوداني محمص. المنتج عندنا كله فول اوتوماتيك، مفيش اي تدخل عنصر بشري في العمليه خالص. الانتاجيه خالص. في مكان اكتر من اللي هو حد بيحط علب جوه المكنه بس، وبياخد كرتونه بيرصها على البلت، مش اكتر من ده العنصر البشري، ده بس العنصر اللي بيعمله. لكن العمليات التصنيعيه كلها عمليات اليه، بننقل المنتج عن طريق سيور، عن طريق مواسير مغلقه معقمه، ستلس غذائي، كل حاجة هنا ماشية طبقا للمواصفات العالمية للجودة. أيوة. وطبقا للمواصفة سلامة الغذاء، والحمد لله بفضل الله المنتج بتاعنا آمن صحي ذات جودة عالية جدا دون تدخل أي عنصر بشري. بتقول كده علشان يعني بنعمل له دعاية حلوة؟ لا 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 يا فندم. طب إيه الفرق بين المنتج بتاع سايلو بين أي منتج تاني؟ المنتج بتاع سايلو منتج طبيعي 100%، ناتج من سمسم طبيعي 100%، ما فيهوش اي تدخل لاي عناصر اضافيه. عناصر غذائيه مصرح بها طبقا للمواصفات القياسيه المصريه، طبقا للمواصفات القياسيه العالميه. ايوه. لكن لا يوجد اي تدخل لاي ماده غير طبيعيه او غير امنه. وصلاحيته قد ايه؟ الصلاحيه طبقا للمواصفات القياسيه المصريه بالنسبه للحلاوه 12 شهر، بالنسبه للطحينه 18 شهر. يعني يا اللي هيجيب حلاوه تقعد عنده 12 شهر كامله. كاملة ما يجرى لهاش اي حاجه ولا اي حاجه يا فندم، لان في دول خارجيه طبيعي. في دول خارجيه بتبقى المواصفه القياسيه بتاعتها 24 شهر. أيه. زي السودان، زي السعوديه. أيه. لكن احنا كمصر طبقا للمواصفه القياسيه المصريه 12 شهر، وبالتالي المنتج امن وصحي يستحمل فتره الصلاحيه كامله. ايوه. ما فيش اي ماده حافظه، لان تركيز السكريات هي يعتبر الماده الحافظه. وبتشتغلوا كم ورديه في اليوم؟ احنا شغالين 24 ساعه يا فندم. 24 ساعه دايركت، يعني بتشتغل ورديه بتسلم ورديه بالظبط كده يا فندم. وفي اليوم بتنتج قد ايه؟
اليوم 50 طن ان شاء الله. 50 طن يومي؟ يومي. من جميع انواع الخامات؟ من جميع المنتجات. الخامات. كم حد بيشتغل معاك؟ الورد. يعني انا ملاحظه انه العنصر البشري قليل لانه المكن اكتر. احنا عندنا فندم بيبقى فيه ثلاث فئات، فئه مهندسين، فئه مشرفين، فئه مشغلين، فئه عمال. ايوه. العدد في الورديه لا يتجاوز ال 60 عمل. 60 فرد. وبتنتج وبتشتغل 24 شغالين. ساعه. ما شاء الله، ربنا يقويكم. ربنا يخليك يا فندم. بص انا هدوق الاول وبعدين اقول لك رايي. احنا وانا منتظر راي حضرتك ومنتظره بجد. اشكرك.